قدم النائب العربي في الكنيسة الإسرائيلي جمال زحلقة بمشروع قانون أساس دولة لجميع مواطنيها كبديل عن قانون القومية الذي يعتبر إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي. ويستهدف مشروع القانون ترسيخ الفصل التام بين الدين والدولة في إسرائيل في محاولة لمواجهة يهودية الدولة مع ضمان كامل لحرية العبادة، فيما رفض رئيس الكنيسة مناقشة مشروع القانون.